أنا تخرجت من جامعة بغداد، فكنت حابة في البداية وأنا في بغداد طلع لي فنون جميلة وحبيت أدرس فنون جميلة، بس ما حد شجعني لأن كانوا الأهل ينظرون إلى الرسم أنه ما يأكل عيش. فدرست اقتصاد، محاسبة وإدارة واقتصاد. رحت تخرجت، تزوجت، صرت أم، ولكن دائما في داخلي اني انا يعني ابي اسوي شيء، شنو هو ما عارفه. بعدين التقيت بواحده امريكيه جايه تدرس رسم في جمعيه الفنون التشكيليه اللي توها كانت متكونه، او لا كانت متكونه بس كانوا يبون يسوون دروس رسم مثل ما تقولين حق يعلمون الفن. فقلت لها أنا عندي أطفال أبي برايفت يعني، قالت لي أوكي. فتميت أروح لها كل يوم لمدة سنتين، فمنها أنا بديت أحس أحب الرسم وبس. عشت في يعني في داخلي أني أبي أرسم، لكن انشغلت مع تربية عيالي. أنا عندي 4 أولاد، في آخر مرحلة من تربية عيالي آخر واحدة جبتها خلاص دشوا المدارس، أنا بديت أدرس رسم في البحرين طبعا، بعدين بعد وأرسم في البيت. وكل شيء يتعلق بالرسم بالفن كنت أحبه، حتى مع عيالي مع زوجي أسافر لازم أروح متاحف، أروح يعني أتعرف على الفن في كل المحلات اللي خارج البحرين، وأقرأ وراسل مجلات وكل شيء يخص الفن. بعدين صار عندي خلاص مو بهواية، صار هوس. وبتشجيع من زوجي بديت أكبر شوي شوي، يعني بدأت مساحة توسع عندي. بنيت مرسم في بيتي، بديت أرسم، بديت أروح مع فنانين ثانيين أتعلم من الآخرين. بدأت عاد مرحلة التجربة واللي هي الأهم، ليست الدراسة كفاية في الرسم، التجربة وايد مهمة، والتجربة مع الناس اللي أكبر منك واللي أصغر منك، يعني تتعلمين من الاثنين. وبديت أول معرض شخصي لي 2007، منها انطلقت. الواحد يتمنى انه هو دائما يقدم شيء مختلف وفي قضية او في قصة او في رمز حق شغلة، مو بس يرسم طبيعة. الطبيعة ما فيها شيء، بالعكس احنا من الطبيعة نتعلم اشياء كثيرة في الرسم، لكن بعد يخدم مثل ما تقولين شيء نفسي حق المجتمع. يعني يستوي عندك انك لما الفنان يبتدي هذه ياخذ جد، يستوي كأنه في رسالة، او يترالي هاي كل الثقافة مثل الشاعر مثل كاتب القصة صير مسؤولية على الفنان انه لازم يجتهد يتعلم كل يوم يرسم كل يوم عشان يوصل الى يعني مو يوصل يحقق جزء من الشيء إيجابي في المجتمع. أنا رمزي في شغلي الإنسان، أنا شاغل مخي الإنسان. هاي الإنسان مينني شوية، أنا هل هو المهم في المجتمع في الكرة الأرضية؟ لو الكرة الأرضية أهم، إحنا شنو الموازين عندنا؟ لأن خاصة الحين مع الحياة شلون صايرة هالحروب وهالثورات، فأنا أحس
وين الإنسان من هذه كلها؟ شنو يحقق الإنسان؟ فأتمنى أن إحنا نتم نواصل، والفن شيء غير طبيعي جميل جداً جداً جداً، إن كان الواحد يعرف يرسم أو يحب يشوف الفن، هو هاي كله شيء يقضي ذاكرة الإنسان وينمو فيه، ينمو بثقافته نظرته، ويسعد قلبه بعد، يعني يدشش فرحة في القلب. يعني ندشين تشوفين معرض حلو، تطلعين كأنك مسافرة، كأنك سامعة مقطوعة موسيقية حلوة. غريزة في البني آدم حطها الله فينا، إذا إحنا ما مثل ما تقولين استغلينا هاي الغريزة الحلوة اللي الله عطاني إياها، يعني إحنا كأننا ما راضين باللي الله عطاني إياه. فالموسيقي إذا هو يقدر يألف موسيقى وما ألف، هاي أنا أحسها يعني نقض، كأن شيء الله عطيه أو رفضه. كذلك الفنان وكذلك المؤلف السينمائي والكاتب والقصة، مثل الدكتور إذا هو عنده بينقذ مريض وما يقدر يروح ينقذه. الجيل القادم ما شاء الله عليه ما يحتاج نصائح، لأن جيل ما شاء الله عليه جيل التكنولوجيا وجيل الذكاء الزايد والنشاط. لكن نتمنى أن الأشياء السطحية مو هي اللي تأخذ اهتمام الأول، نتمنى العمق شوية يكون أزيد، يعني الجدية في أخذ الثقافة بجد. نتمنى أن يهتمون بلغتهم ويكونون فخورين أنهم عرب، ويهتمون في كل شيء يخص ثقافتنا ويعلون بها أعلى وأعلى، وما يوجهون مخهم إلى اتجاه واحد، يخلون مخ مفتوح، الحرية، الانفتاح، تقبل الآخر. ما يصير أنا أتقبل واحد بس لازم يكون كوبي عني أنا، إذا بتقبل واحد كوبي عني أنا مش بيتغير فيني، لازم أحتك بالعالم كله، وعقب أخص نفسي بخصوصية معينة ما أفقد هويتي، بحيث ما أفقد هويتي. ما أروح أدرس في أمريكا أي أنا أمريكية بس عايشة في بلاد العرب، لا، أروح أمريكا وأشوف أمريكا وأستفيد من هناك، وآي جايبة معاي اللي أنا استفاديته في بلادي وأسويه، أخلق شيء جديد، هاي إذا أنا شاطرة. وأتمنى هاي الجيل الجديد يسوي شيء. النساء والله أشوفهم ما شاء الله علينا مكافحين، يعني نحاول كل احنا ندفش، لكننا نحاول ان احنا قد ما نقدر نوقف على ريلنا، رقم الصفعات اللي تيلك والناس اللي يهاجمونك والناس اللي يبون يحجمون المرأة ويخلونها بس في البيت، ان المرأة بس تربي الأمومة اولا اكيد، لكن الأمومة ما تمنع المرأة انها هي تكون امرأة عاملة، امرأة منتجة، امرأة قيادية، ما تمنع ما دام هي عندها تفكيرها وعندها قدراتها، فهي لها الحق انها تقرر شو تبغى تسوي. نحن قادرات وقادرات وقادرات، وان شاء الله ينخلق جيل اقدر واقدر بعد. نتمنى ان النساء دائما يكونون قادرات، قادرات على كل الصعاب اللي بتواجههم والتي واجهتهم وبتواجههم في المستقبل، ان شاء الله بيكونون قادرات.